فانز لأحمد عاطف، متابعه على الموقع ودائما اشوف البوستات مالته، فرحان جدا انه اليوم انا اكون وياه. لطيف وذكي ولماح. معرض الكتاب اللي صار بمعرض بغداد الدولي كان اكو احتفاء بالمؤلف المصري احمد عاطف والمخرج العراقي علي فاضل بجلسه حواريه دارها صلاح منسي. الجلسة اللي كان عنوانها ماذا تعالج الكوميديا، وكان بدايتها تعويذة من الحسد. صلاح سوى هالحركة خوفا من الحسد على علي فاضل، فشنو سوى المؤلف احمد عاطف؟ المخرج والممثل دكتور احمد عاطف دكتور قديم، يعني مو بس دكتور قديم. علي اتكلم عن صناعة الكوميديا. اصبح من الصعب صناعة كوميديا، لازم الكوميديا لوحدها صعب تنجح حاليا، لازم تكون يعني تخلطها ويا موضوع اخر، يعني كوميديا رومانسيه، كوميديا اكشن. اما الكوميديا لوحدها، لان يعني بالاخير انا جاي اريد اخليك تضحك، فممكن لدرجه كبيره اوقع في فخ السذاجه. وتحدث ايضا عن قساوه الكوميديا وسخريتها. يعني ممكن اقول النكته ايا كان هدفها، لان انا بالقصد بالاخير انا بضحك الناس، ما عندي هدف. بالعراق اكو رسم للاهداف. وشعوره عن هذا الاحتفاء. والله انا يعني اليوم فرحان جدا انه انا ويا دكتور احمد عاطف، انا فانز لاحمد عاطف، متابعه على الموقع ودائما اشوف البوستات مالته، فرحان جدا انه اليوم انا اكون وياه. وخبرنا عن المشاريع المستقبليه ويا اليو تي في. والله بعد نحضر، لحد هسه ماكو شيء رسمي، يعني اكيد نتمنى نكمل مسيرتنا على اليو تي في، نطلع همينا برمضان. هذا شيء يعني واحد من اهدافنا، انه اكو شراكه نجاح مستمره دائما مع اليو تي في. تكلت مسلسل غيد رمضان الفات، ممكن يكون اكو نجاح لاحق سنه الجايه، بعد لحد اللحظه ما اعرف يعني.